سامي، النهارده الحقيقه وعلى مدار الايام اللي فاتت كلها الخبر اللي شاغل الناس كلها هو خبر الطفل اللي وقع في البير، والناس كلها بتتابع يعني وايديها على قلبها زي ما بيقولوا، كل شخص حاسس ان هو مكان عيله الطفل ده يعني. فاتصور انه بين لحظه والتانيه ممكن يبقى في جديد في موضوع الطفل، وعايزين نتابع بقى نشوف ايه اخر الاخبار. بالتاكيد ريان، طبعا العالم العربي كله ومش بس العالم العربي، الملايين عبر العالم اطلقوا هاشتاجات وعبارات التضامن مع المغرب ومع ابناء المغرب ومع اسره الطفل. احنا نفسنا كل ام دلوقتي يمكن بتدعي بشكل اخر صحيح. كانه ابنها اللي وقع في البئر، فان شاء الله ربنا يرينا معجزاته وقدراته. وخلينا اقول لكم انه طبعا النهارده العالم كله مركز اكتر لانه خلاص احنا على شاف الوصول ليه يعني بشكل كبير جدا. آخر التصريحات من المملكة المغربية بتقول أنه تقريبا يعني هم وصلوا له وسمعينه وعلى بعد يمكن سنتيمترات، لكن طبعا السنتيمترات الأخيرة دي بتجري بشكل دقيق جدا جدا عشان ما يحصلش انهيار في التربة أو يحصل أي شيء قد يؤدي إلى عدم سلامة الطفل. هي رأيها. العملية تبدو أنها بالفعل معقدة حتى زي جدا. ما احنا شايفين دلوقتي على الشاشة، يعني عملية معقدة بتتكون من مراحل كتير وأجزاء كتير وبمنتهى الدقة عشان يتم الوصول للطفل دوت، ومش بس توصله كمان توصله بأمان وتقدر يعني تكون مستعد بالطاقم الطبي وتكون مستعد بكل الإجراءات اللي ممكن الطفل ده يحتاجها. يعني الحقيقة أنه كانت معاناة على مدار الأربع أيام، يمكن النهاردة اليوم الرابع بالنسبة لي. دخلنا تقريبا في الخامس. دخلنا في الخامس طبعا. عملية إدخال الأكل والأكسجين عملية صعبة، أبوه بيقول إن هو شرب يعني مية بشكل قليل جدا. كان في أكثر من سيناريو للدخول جوه البير. السيناريو الأولاني هو النزول في البير نفسه، ولكن طبعا كان صعب على عمال الإنقاذ. بعدين عملية الحفر وصلت لعشرين متر وتوقفت، وبعدين تم عمل مسار بديل عشان ينزلوا يعني بشق موازي للحفرة ويحطوا أنبوب يقدروا من خلاله يخشوا للطفل. وخلينا نقول طبعا السلطات المغربية بتقوم بدور كبير، سيارات الإسعاف منتظرة الخروج، الهليكوبتر أيضا منتظر خروج الطفل حتى يتم نقله بأسرع سرعة ممكنة وإن عاشوا. إحنا هنطمئن كمان، اسمحي لي هبة نروح للمغرب. يلا بينا نروح للمغرب. طبعا الصحفية الأستاذة مريم الفستاحي، أهلا بك يا فندم منورانا. أولا تضامن كل المصريين مع الشعب المغربي ومع أسرة الطفل، ودعواتنا مع دعواتكم أيضا بخروجه إن شاء الله سالم لأهله وعائلته الكبيرة في المغرب. أهلا بك. اهلا استاذ احمد، اهلا بالضيوف الكرام. اود ان اشكر الشعب المصري جزيل الشكر على صراحه مساندته وعلى حرصه على صراحه تقديم الخبر الصحيح للمصريين ولجميع العرب. وكذلك اود ان اشكر اخواننا الجزائريين جيراننا والاخوان التونسيين الليبيين وناس من سلطنة عمان من العراق. صراحة هي قضية الإنسانية كلها دلوقتي، الكل يدعي. نعم تماما. طيب عايزين ست مريم نعرف منك آخر الأخبار، آخر التفاصيل، جهود عملية الإنقاذ لحد اللحظة دي، لأنه كل الناس بتتابع الموضوع ده وإيدها على قلبها. يعني زي ما أنت قلتي في مصر، في ليبيا، في تونس، كل البلاد الشقيقة، لأنه الموضوع بيمس كل أم وكل أب، ويعني الحقيقة موضوع إنساني كان غريب وكان مثير جدا للاهتمام. فعايزين نعرف منك اخر الجهود، اخر التفاصيل، امتى متوقع ان احنا يعني نفرح كلنا برجوع الطفل ريان؟ صراحه اخر ما صرح به السيد المسؤول عن فرقه الانقاذ بان لم يتبقى الا القليل صراحه، لان المنطقه وعره جدا ونوعيه التربه خطره جدا، لان في كل مره كانوا يتفاجؤون بانجراف التربه او ربما بصخره او بعد من الحجر اللي كان يساعد عمليه الحفر اليدوي وبشكل دقيق. كان يتم الحفر اليدوي بشكل دقيق. اخر المستجدات الان بان عمليه الحفر اليدوي من طرف خبراء الحفر قد اكملوا مهمتهم، وتم دخول فرقه الوقايه المدنيه، لانهم فرقه انقاذ وفرقه متمكنين لديهم بعض الخبره مثل هذه الأشياء، لأنه آخر ما صرح به رئيس لجنة الإنقاذ أنهم تمكنوا من رؤية
الطفل ريان متكئ عفوا على جانبه، ولاحظوا انه يتكئ على جانبه من جهه ظهره. هذه اخر المستجدات. طيب لكن خلال الفتره دي بيتم ايصال الاكل والشرب ليه بطريقه، اكيد الموضوع صعب لانه البير عمقها 30 متر فالعمليه بالفعل معقده. اكيد اكيد. فالوقايه المدنيه صراحه والناس المسؤولين على الحفر كما اكد لي حسب تصريح رسمي السيد معاذ مسؤول عن الحفريات بانه كانوا دائما يتتبعون ريان عبر الكاميرات التي قاموا بتنزيلها عبر الجب، وكذلك كانوا يطمئنون عليه بين الحينة والأخرى لأنه كان يفقد وعيه ليرجع ليستفيق بعد ذلك. كما أكد لي أستاذ معاذ بأنه تناول بعضا من الحليب آخر مرة، ولكن كان يتم تزويده بالأكسجين دائما إلى حدود الساعة. لكن يعني حتى هذه اللحظة الحمد لله هو ما زال على قيد الحياة. نعم الحمد لله. الآن لا يمكننا نقول أنه قد توفي ولا يمكنني أن أجزم أي شيء، لأنني صراحة لا أملك الخبر اليقين، ولكن كل ما يمكننا أن نقول لك أن أماننا كبيرة وثقتنا كبيرة في رجال الدرك ورجال الوقاية المدنية والنساء وعفواً والناس الخبراء. صراحة ما أكده لنا الناطق الرسمي باسم لجنة اليقظة والتتبع بأن الطفل ريان لا زال حيا يرزق، ولكن لا يمكن أن يكلمنا عن حالته الصحية لأنه لا يمكن أن إلا بعد أن يتم تقديم له الإسعافات الأولية من طرف الطبيب الإنعاش المتواجد. جميل. يعني برضو قرأنا على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض طبعا المواقع الإخبارية بتشير إنه فاضل ما يقرب من يعني 80 سنتيمتر تقريبا للوصول إليه، وهي عملية معقدة في النهاية بحسب بعض المهندسين المسؤولين عن عملية الحفر. هل يمكن التأكيد إذا كان خلاص وصلنا للطفل فعلا بشكل نهائي ولا لسه فاضل سنتيمترات أخرى من الحفر؟ صراحة كما قلت لك ما صرح لنا السيد رئيس لجنة الإنقاذ بأنه تمكن من معاينة الطفل ريان بالعين المجردة وكان يتكئ على جنبه. وبالنسبة لكل ما يروج في مواقع التواصل الإخباري أريد أن أصحح الرأي العام بأن ليس كل ما يروج بمواقع التواصل الإخباري هو صحيح 100%، لأننا نحن الآن متواجدون بقلب الحدث ويمكننا حضرتك في شفشاون نفسها. حضرتك في أنا بالضبط بقرية إغران. جميل. أتابع لجماعة مولت لمدينة شفشاون تماما. هذه هي منطقة جبلية، منطقة ريفية جبلية. التضاريس هنا وعرة جدا حتى صعب التنقل صراحة. منطقة وعرة يعني بظروف تربة خاصة وكده. نعم. طب أيضا احنا سمعنا انه في مكان يعني الحادث نفسه كتير من أهالي المغرب متواجدين الآن هناك بيتابعوا العملية عن قرب، وفي أيضا تضرعات من الأهالي. يعني في أجواء خاصة بتعيشها القرية والقرى المجاورة، وأصبحت المنطقة تشبه يعني مزار للناس في المغرب الآن. فلو وضعتينا في الوضع الشعبي والمعنوي اللي طبعا من يتابعون العمليه عن حضن حضرتك في اقليم شفشاون. نعم صراحه انا اخذت بعض تصريحات الساكنه وبعض تصريحات الوافدين. صراحه اؤكد لك انني تكلمت مع شاب في مقتبل العمر، اكد لي انه تمكن من المجيء لكن لم يكن يملك النقود الكافيه قرر ان ياتي على قدميه، في حين هناك ناس اتوا من جنوب المغرب من مدينه الدار البيضاء من مدينه مكناس، وكلهم متطوعون فقط او كلهم جاؤوا
فقط من أجل مؤازرة عائلة الطفل ريان، ومنهم من بادر بتقديم قارورات الماء أو بعض الأغذية أو التمور، لأن صراحة الوضع هنا القرية هي موجودة في منطقة وعرة ومنعزلة. طب ست مريم، الحاجة كمان اللي بتثير اهتمام الناس كلها هو ازاي الحادث نفسه حصل. هل في أي تفسيرات لكيفية وقوع الطفل ريان نفسه في البئر اللي عمقها 30 متر؟ هل في أي روايات بتوضح أو بتبين إزاي العملية دي حصلت من الأساس؟ نعم، حسب ما أكده لي عم الطفل ريان هذا الصباح، بأن الطفل ريان لم ينتبه لحظة سقوطه في البئر، فظنوا أنه يلعب أو تاه أو ربما اختطف، فاضطروا أن يخرجوا كلهم للبحث عنه بالغابة وبالجبال، لكنهم قرروا بعد ذلك الرجوع لأنهم يعرفون المنطقة جيدا، وأن الناس هنا هم ناس المنطقة فقط، ولا يوجد أي صراحة أي ناس لا ينتمون إلى هنا لأن المنطقة صعبة، فلذلك هي منعزلة. أحد الجيران فكر قال لما لا نرى في البئر، لأن البئر صراحة القط قطره صغير جدا، قطره يعني في الاول الناس كانت متخيله انه ممكن يكون تاه او ضل الطريق او مش بيلعب في حته مختلفه. طب ما دي مساله في منتهى الخطوره، لانه يعني لا قدر الله ممكن يتكرر الحادث مع اي طفل تاني اذا ما كانش في اي تحذيرات معينه بخصوص المنطقه دي، بخصوص البئر ده. اكيد انا صراحه سالت عم ريان اذا كان قد سبق أن حصل نفس الشيء، وربما سقوط طفل أو شاب أو إنسان بالغ في جب أو في بئر، لكن أكد لي أن لم يحصل هكذا قبل هذا، ولكن صراحة هو حادث عرض، لأن كمان قطر البير صغير جدا لا يكفي إلا لسقوط طفل 30 سنتيمتر العرض، وعشان كده كانوا بيواجهوا مشكلة أصلا في إنزال أشخاص بالغين يعني في عمق هذا البير، لأنه عرضه كمان صغير جدا لا يتسع لأجسام كبيرة. أنا بشكرك شكرا جزيلا ست مريم الفساح، وكل دعواتنا اللهم أرنا يعني آيات معجزاتك وقدراتك، إن شاء الله يخرج طفل ريان سالم غانم.